النهارده كان اجتماع طبعا، كانت المبادره مهمه جدا من معالي الوزير، واحنا اثنينا على ان هو يعني مع بدايات ايامه الاولى في تولي الوزاره ان هو يكون مهتم بهذا، انه يعيد الملف ده بشكل قوي، واكد معالي الوزير ان ده واربع جهات سياديه موجوده في الاجتماع ان دي توصيات رئيس الجمهوريه صراحه، قال ان لابد من عوده الجماهير بما يليق بالمنتج الكبير اللي احنا بنقدمه كره القدم المصريه. اذا فهناك مفيش حد مختلف على الجماهير ترجع. النهارده كانت كلها دراسه لاراء رؤساء الانديه، كل واحد ادلى بدلو زي ما بيقولوا، هيتم تجميع التوصيات وترفع لاتحاد الكره، يجتمع خلال الاسبوع الجاي عشان يجاوب على ثلاث اسئله او يحط ثلاث محاور. المحور الاول ان هو يحط الاليه اللي ترجع بيها الجماهير، سواء جماهير فئويه زي الجامعات والقوات المسلحه والشرطه وكده، او جماهير اعتياديه العاديه، يحط الاليه اللي ممكن تنفذها. المحور الثاني ان يكون بيحدد مين الجهات اللي هتبقى مسؤوله عن تنفيذ هذه الاليه. المحور الثالث اللي هو الاعداد اللي هيسمح بيها في المرحله الاولى، واللي من خلال المناقشات اقدر اقول لك انها هتتراوح ما بين 3000 الى 5000.